بسم الله الرحمن الرحيم. شاهدون اليوم تحديث لفيديو عن عقل الجهنمية. هذه عقل الجهنمية بعد مرور تقريبا 45 يوم على بداية التعقيل، تلاحظون أمامكم الآن نجاح العقل بشكل جيد، بداية ظهور الأفرع كما تشاهدون تقريبا بطول 20 إلى 25 سنتي. ننتظر عليها تقريبا خلال 10 أيام القادمة، ثم نقوم بنقلها إلى أسس مفردة ونقوم بتفريدها معكم بإذن الله تعالى في القريب العاجل. في الختام لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.